نفسك ما عندكش قوة تقول الله قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل. الله قادر أن يغلب إيه؟ بالكثير وبالقليل. عبارة قالها يوناثان ابن شاول في حرب. الله قادر أن يغلب إيه؟ بالكثير وبالقليل. الله قادر أن يغلب بجيش يشوع، وقادر أن يغلب بحصاد داوود. يقدر بدي ويقدر بدي. الله قادر أن ينشر الكلمة بعلم بولس الرسول وفلسفته وحكمته، وقادر أن ينشر الكلمة بجهالة الصيادين. قادر دي ودي. ربنا يشتغل بالكل. ربنا يشتغل بالكل. يشتغل بالقديسين الجبابرة اللي زي يوحنا الحبيب، ويشتغل بالعشار اللي في مكان الجباية زي متى الرسول. بيشتغل بالكل. كل حاجة تيجي في ايد ربنا يعمل بيها عمل. حتى لو كنت حصوايا، اذا كانت الحصوايا في ايد داود عمل بيها عمل، يبقى الحصوايا لو جات في ايد ربنا يعمل بيها ايه؟ يعمل بيها عمايل، مش عمل بس. الله بيعمل حاجات كتيرة جدا. احنا لازم بس نطمئن الى عمل ربنا. التلاميذ غلطوا لما افتكروا ان المسيح نايم في السفينة. قالوا له يا رب انت نايم، اما تبالي اننا نهلك؟ تهلكوا يا ضعاف الايمان، تهلكوا المسيح جنبكم؟ ده نوم المسيح اكتر من يقظة الجبابرة. انتوا ايه؟ اوعى تفتكر ربنا نايم. بصحيح الله لا ينعس ولا ينام. ده المسيح هو نايم كان واخد باله من كل حاجة، واخد باله من كل حاجة. الجسد نايم والروح بتشتغل.